أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، وبحب التواصل معكم، ولكن يكون هالتواصل بطريق مريم at مريم نور.com، مش بالتليفون. ما في أي عربي عطيته إيميل وبعت لي، فإذا ما رح أتواصل مع الأموات يا أخوتي، ما بقى عندي وقت، خلص شبعت من العرب الأموات، و99.99% من أمة العرب موتى. إذا واحد بالمليون، أنا هيدا هو اللي بدي إياه، واحد بالمليون ديليت وبلوك، ما حدا في يجي لعندي على البيت أبدا، ما تجربوا تجوا، خصوصي اللي بيجوا بلا موعد، يعني قليلة، تبعتوا بريد ومنتواصل وبقول لك إيه أو لا. في شروط، في قوانين، في نظام، مش فايت على دار عهر. انت بيجي لعندك، انا جاي بس تصح، ولو ما انت لازم تعملي اعمال خيريه، دخيلكم ما بدي هالشعب. مشان هيك بلوك، هلا رح اتعلم كيف ايميلاتكم اعملها بلوك، ما تجي ابدا، رح اتعلمها اليوم. ما بدي ابدا ايميلاتي اللي فيها بحبك كثير، ما بدي اياها، هاي مجاملة، هيدي ألعن من الكذب. الكذب يمكن تعرفه أو ما تعرفه وتعود إنك تكون كذاب، بس المجاملة شايفة. ما بسأل أنا لواحد كيفك، إذا قال لي أنا مريض فيني روح حكمه، لا ما بسأل فايزة، حتى ما بقول له الله يشفيك، لأنه منا من قلبك كذبة. مشان هيك ما بتعامل مع ناس قليل، ما بدي اياهم الاموات. احلى كلمه من المسيح لالي، دعوا الاموات يدفنون بعضهم البعض. ومن الاسلام من علي، ايها الحق لم تترك لي صديق. بس الجماعه ايه، بس واحد او اثنين مش اكثر، كوخ اثنين ثلاثه، بس نكون كل واحد جناح. انا عندي اثنين اصحاب، انا جوانحي وانا جانحك وهديك جانحك، نحن ثلاثه، تبقى انت واقف وفي اثنين جوانحك، بكفوا، ما بدنا اكثر، بتصير سرسره. هي بامه العرب، برا منكون بالالوف، 60,000 مره كانوا اكثر هيك حوالي، وقدر يحكي معهم وبقيوا سته. قال لهم أنا السابع، خلص ما في تزوم نحكي نحن، الباقي سمعوا اللي سمعوا وقالوا آراءهم هن. بس بتروح على مراكز توحيد لأوشو، جرجاف، الصوفية، الزين، كتار بالألوف موجودين، حدا ما حدا بيحكي حدا، اللي بدك تحكي له هو يحكي. اثنيننا شايفين الشمس، منلتقى بالمطاعم، بيبقى في كتير مطاعم، كان ببونا في حوالي 20 مطعم، هيدا تلياني، هيدا ميدل ايست، هيدا هيك، هيدا هيك، ما في اكل بيضرك، كلنا مقتنعين ما بدنا الحيوان اللي بيهرب منا، وما في حدا حلل ابدا، قليل كتير منهم محمد وقليل. وبعدين جابوا مكانات هلا تيشوفوا اذا اللحمه بترجع بتصير بروتين نباتي، كذابين، بتضل فيها حيوانة وفيها غضب عم بفوت فينا. كلنا هيك، فإذا بناكل، في ناس بتاكل بيض، أنا ما بقدر، قلبين وأجبين، إذا المعزية والخروف والبقرة، نعم بشارك مرة اثنين بالأسبوع قليل، صرتوا تعرفوا ليش، بس أربع عنيب عنا سمك بالأم العربية، لا، لأنه كل أم لهوس، البحر كله مضروب، بس تاكل نتفة سمك بتصير هون النطق. ليه؟ لأنه هالبلغم الأبيض الميوكس بيطلع على اللسان،
إذا بدك بروتين قوي بالحمص بالفول بالعدس. هبطوا مصر عدس وفول. والكتاب خير جليس لنا كلنا. عندي الكتاب، ما حدا يبعث لي كتب ما بقراهم، ما حدا يبعث لي بريد يقول لي شوفي هالويب، ما بضيع. خلص انا ما بدي ويب، فت على المدينه، ما بدي باب. كوبي بيست ما بدي، من عندكم من قلبكم. ايه قلت شو عم تعمل في سبيل السلام باليمن؟ كان عندي امل فيكي يا ازل، هلا سميتها أزل إز أزل، من الأزل إلى الأزل. حلو كتير اسمك، ما عملت شيء. ما في حدا بعد ما لقيت ولا امرأة، اللي شفتهم كلهم وقعوا وقعوا وقعوا، ما في حدا، كله انفعالات. ما في امرأة بقدر إلا تعيشي معي. بس هيك عدي شهر وشوفي شو عم نعمل هون، وروحي انت عدي شهر وشوفي. لا بدهم يجوا بس انه يتسلوا مع مريم نور. لا ما بدي، بدك تعرفي عربي انجليزي اقل شيء ثلاث لغات. هلا الالماني يلي بهمنا كثير، وانترنت كل شيء مثلي، ويمكن ما نحكي مع بعضنا يعني. بس بدي اياكي شو بدك تعملي بهالثروه اللي رح تشوفيها انها فيكي، مش مريم تعطيك اياها، بعطيكي مفتاح بس. اذا انت بتحبي تاخدي هالمفتاح وتفتحي يا فتاح، ونصير اثنين منقوي بعضنا. ان شاء الله تيجي سوسن من الكويت، بتمنى، بنطرك وناطريني. واذا ايوب هون كمان بينبسط فيك. وانت اذا انت ما فيك تغيري بالكويت، مين بيقدر؟ كان في شوي بالكويت وقعوا كلهم، اللي بتعرف ساكته سكتوه، والكاتم عن الحق شيطان اخرس. وانا اذا بدي اروح على الكويت بعيش مع غنيمه درست مع ميتشو وعندها العلم وعندها اللطشه، وقالت لي انا بحياتي بحب روح اعيش بالهند. قلت لها شوفي وين بالهند وبكون معك، بحب كون مع حدا عربي هيك. بس ليش ما فيك تعملي شيء بالكويت؟ قالوا سكتوا يعني سكتوا. لا ما بيقدروا يسكتوكم ببيتكم يعني، وين ما كنتوا بأي بلد عربي، فيك ببيتك تستقبل مثلي أنا بالبيت ولا مطرح. بس ما بقى اخذ الأموال، ما بدي يعني، بديهم يكونوا عم بيعملوا شيء، ولا بضيع وقت معهم ثلاث أربع ساعات بالأسبوع بشوف موتى. وهن موتى أكثر من غيرهم، عم بيجوا لعندي على البيت وعم بيشوفوا إشارات وعم بيحكوا وعم بسمع لهم وبيسمعوا لي، بيجوا بيغفوا. اللي عم بيغفى فيقوا، هيدا عم بيشكر فيقوا، هيدا ما عمل شيء أبدا بيروح بيجي. ما نكون بحاجة ولا حتى أي دواء ولا غذاء حتى. هلا إنما الأعمال بالنيات، بدنا نقوي النوايا. خلص كل مما يليك انت شو بياكلوا جسمك. كان في عنا ناس قبيلة عربية هون بلبنان بسمون العرب، يعيشوا على البطاطا بس، اسمها مطمورة، بشقوا راس البطاطا بحطوا فيه ملح. هو انثى صار ذكر، تذكر، بيفتحوا جورة بالأرض وبيحطوا هالمطمورة بيطمروها وبيحرقوا فوقها فشك البقر، بيحطوا فشك بقر، بس فشكات البقر يروحوا يحترقوا، بيشيلوا البطاطا وبياكلوا بطاطا. هيك أمي صحت من السل، كان معها سل، وقالوا له لبي أنت أرمني بتاخدها هيدي بنت عرام، ومع السل قال لها اطلعي اقعدي هونيك، صحت من السل. وبعدين اجت على لبنان وبيروت يعني، وهون في اكل لحمه كل يوم وفي شوكولا وفي فواكه ومدري شو. عمرها 47 ماتت، اجاها سرطان. وانا قال لي انت مثل امك كمان،
قلت لا في شيء غيره. اجى الكتاب عين زين ميكروبيوتيك لجورج اوشاو. انا وقاعده هون عم بقرا، حطيت ايدي على صدر، ثالث يوم ربع يوم راحت الورمه، رحت لعند الطبيب قلت له بدك تعملي عمليه او بموت. ليك هيدي راحت. قال لي ايه مدام، قبل ما الشمعه تنطفئ بتضوي. هلا هودي راحوا بس عم ينتشروا بجسمك. قعدت هيك فكرت، مريم بتصدقي صدرك وبزك وهون، او هو اللي ما عنده بز وما عنده اخلاق، عنده بزنس ومن وقتها ما شفت طبيب وما بياخذ حبه دواء، ومعي ضمان انشورنس قويه ما بعوزها. قالوا لي صرت دافع الوف والوف وعشرات الالوف وما عزتينا بشيء. قلت لهم بس لاني عايشه بين العرب وبلبنان، دولي عياره زياده سبير للسياره. وقال لي الطبيب مره رحت لعنده قلت له زحطت هون بدي بس شوف اذا في شيء. قال لي ما فيك شيء ابدا وما رح اعمل لك صوره. قال لي انا طبيب بعالج بكندا بهالطريقه الطب الطبيعي، ما بعطي دواء ابدا، بس هون بالمستشفى اذا ما بعطي دواء ما عندي شغل، بيشحطونا بدهم يعطوا ادويه. وشفتوا شو عم بيصير بلبنان، خيه وزير وهو وجاب ادويه كلها ملغومه ومسمومه وبتضر تيحطها بالشعب. كل الادويه عندنا مضروبه، كل الاكل، كل العقل. فاذا لجسدك عليك حق وما حدا مسؤول عن جسمي الا مريم. بعدني ما قطعت الامل، في كم شاب بس بدي بنت، بدي وحده تكون بلبنان. ما في عندي امل بعد، ما في، بس بسوريا بكون حد زينه، بالسعوديه بكون حد زينب اللي هي من السودان. قلت لها هي وجوزها لقوا بالسودان، الصوفيه بالسودان هو الدين، مش بس مسموح، صوفيين. ونحن منا بحاجة لحدا، يعني منا عايزين مدياتكم، ما بدنا أي دونيشن، ما بدنا شيء. عنا كتبنا وعنا أرض والدنيا بتشتي ومناكل حشيش. لما بتكون عايش بفرح مثل الأطفال ما في جوع، وإذا كنت جوعان لقيمات يقمن به صلبه. بس تكون قاعد مع شخص وعم تحكي انت وياه بسكوت، زعلان زعلان، فرحان فرحان، مش بدي يلاقيهم يزعل مني. بتكون عايزه، بتكون عايزه مجامله، تعزيه، ما بدي اياها. يا الله، مرة كنا مطرح واللي عم فكر فيهم قالوا المعلم، قال إذا ما بتحبوا سخافتي وخريتي ما رح فيكم تحبوني. إذا بدكم ياني بس كون مهذب بطريقتكم أنتم مثل ما أنتم بدكم، أنا ماني هيك، ما بساوي. البيت مفتوح، يلي في عيش معي مثل ما أنا بدي مش مثل ما أنت بدك، أهلا وسهلا فيك لبيتي، ويلي ما في يفتح الباب ويفل. كنا كتار، ضلينا ثلاثة. وبعدنا سوا مجاملات، هودي كله كذب. مثل الام بتشوف ولدها بتضربه بترجع بتحطه بحضنها وبينام حدها، بيعرف انها عم بتحبه. المحبه مسبه، والمسبه محبه.